كشفت تقارير صحفية عن تطور جديد يعرقل إحدى الصفقات المرتقبة لنادي الهلال في الميركاتو الشتوي المقبل في يناير 2020، ويسعى الزعيم لتدعيم صفوفه بقوة من أجل العودة كبطل لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي تنازل عنه للغريم التقليدي النصر في الموسم الماضي 2018-2019، بالإضافة إلى الحفاظ على لقبه في دوري أبطال آسيا والذي حققه في النسخة الماضية على حساب نادي أوراوا ريد ديامونز الياباني. وأشارت صحيفة كوري دو بوفو البرازيلية إلى أن المدير الفني لنادي انترناسيونال البرازيلي تقدم بطلب إلى إدارة فريقه لمنع انتقال نجم خط الوسط إيدي نيلسون إلى نادي الهلال السعودي في الميركاتو الشتوي القادم. وأوضحت الصحيفة أن المدرب قال للإدارة بأنه لا يمكن تعويض إيدي نيلسون في حال رحيله، وذلك لما يملكه من إمكانيات فنية وبدنية، وبالتالي فإنه يحتاجه لمدة عام آخر على أقل تقدير. ولفتت التقارير إلى أن إدارة انترناسيونال استجابت إلى طلب المدرب، ولكنها أخبرته في نفس الوقت بأنه إذا زاد الهلال من عرضه المالي بحيث وصل إلى رقم لا يمكن رفضه فسيتم إتمام الصفقة على الفور. جدير بالذكر أن آخر الأنباء أكدت أن إدارة الهلال قدمت عرضا ماليا بقيمة 8 ملايين يورو إلى نادي انترناسيونال البرازيلي للتعاقد مع إيدي نيلسون ليكون بديلا عن الكولومبي غوستافو غويلار. لا صوت يعلو على الصفقات المحتملة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك في ظل اقتراب فتح باب الميركاتو الشتوي في يناير من عام 2020. وكشفت تقارير صحفية عن دخول نادي الاتحاد في منافسة شرسة لخطف إحدى الصفقات المحتملة لفريق النصر في الشتاء القادم. وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد تقدم بعرض رسمي إلى نادي الشباب للتعاقد مع متوسط ميدانه عبد المجيد الصليهم، والتي ترددت أنباء خلال الفترة الماضية عن توصله إلى اتفاق مع النصر. وأوضحت التقارير أن الاتحاد سيحاول إغراء الشباب بعرض مالي قوي لإقناعه بالتخلي عن صليهم، خاصة في ظل انتهاء عقده مع الفريق الأول لكرة القدم في يونيو 2020. ودخول نادي الاتحاد في صفقة صليهم يجعل انضمام اللاعب إلى كتيبة النصر أمرا صعبا للغاية، خاصة في ظل سوء العلاقات بين مسؤولي النصر وخالد البلطان رئيس نادي الشباب. والنصر كان يأمل في إقناع الشباب بالتخلي عن صليهم من خلال ضغط اللاعب نفسه، وباعتبار أنه الوحيد الذي تقدم بعرض رسمي قبل نهاية عقده والذي يسمح له بالرحيل مجانا. ووضعت إدارة النصر خطة بديلة بأنه إذا فشل ضغط اللاعب على البلطان فإنه يتم الحصول على توقيعه في يناير على أن ينضم في يونيو القادم بعد انتهاء عقده رسميا مع الشباب. والعلاقة السيئة بين العالمي والبلطان بدأت منذ الموسم الماضي عندما صرح الأخير بأن النصر نادي جاليات، لتقوم جماهير الشمس بعد ذلك بالرد عليه بقذفه بزجاجات المياه في المباراة التي جمعت الفريقين في النسخة الحالية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ولكن تدخل الاتحاد في الصفقة قد يجعل البلطان يتخلى عن اللاعب في الميركاتو الشتوي لمصلحة العميد، مانعا رحيله إلى النصر مجانا في الصيف القادم. جدير بالذكر أن صليهم البالغ من العمر 25 سنة أحد أبناء نادي الشباب الذين تدرجوا في مختلف فئاته السنية قبل تصعيده إلى الفريق الأول عام 2013.
أكد الروماني راز فالوشيسكو المدير الفني للهلال على استهدافه للظهور بشكل مثالي خلال تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للأندية المقررة حاليا في الدوحة. وجاءت مشاركة الهلال في مونديال الأندية لتمثيل قارة آسيا، وذلك بعد تتويجه بدور أبطال آسيا على حساب أوراوا الياباني بمجموع اللقاءين 3-0. وخاض الهلال مشوارا مميزا في النسخة المنقضية من دور أبطال آسيا، بداية من دور المجموعات ووصولا للأدوار الإقصائية حتى بلوغ الدور النهائي، إذ لعب 14 مباراة فاز في 9 وتلقى 3 هزائم وتعادل مرتين. هذا ووصل الزعيم إلى الدوحة مساء الأربعاء للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2019 في قطر، التي تتواصل منافساتها حتى 21 من ديسمبر الجاري. ويستهل الهلال مشواره في البطولة السبت المقبل على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، حيث سيلاقي نادي الترجي الرياضي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا. وفي حال تخطيه عقبة الترجي سيواجه الفائز من الفريقين في قبل النهائي فريق فلامينغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية. ومن جانبه قال راز فالوشيسكو في هذا الأمر بعد وصول بعثة الهلال إلى الدوحة: أنا فخور بوجودي هنا للمشاركة مع فريقي في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سنكون بين أفضل الفرق في العالم ونتنافس مع أبطال الاتحادات القارية الست. وأضاف: سنبذل قصارى جهدنا للظهور بشكل جيد في هذه البطولة الدولية الهامة، وقد أعددنا جيدا لبلوغ هدفنا المنشود. يذكر أن لوشيسكو قام بإجراء تبديل اضطراري في تشكيلة الهلال، حيث استدعى نواف العابد بدلا من سلمان الفرج لعدم اكتمال جاهزيته بسبب الإصابة التي تعرض لها مع الأخضر في خليج 24. أصدر المدرب السويسري كريستيان غروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي قرارا حاسما ومهما، وذلك بعد إصابة اللاعب جانيني تافاريز مهاجم الفريق مؤخرا. ويعاني جانيني من إصابة في مشط القدم، ويتواجد حاليا مع فريق الأهلي في المعسكر الخارجي لإعداد اللاعبين والاستفادة من توقف النشاط، حيث أن مباراة الراقي المقبلة ستقام يوم الخميس الموافق 19 من ديسمبر الجاري ضد ضمك في الدوري السعودي. وكان غروس أصر على الإبقاء على جانيني في معسكر الأهلي المقام حاليا بدولة الإمارات العربية المتحدة من أجل علاج اللاعب أمامه من الإصابة في مشط القدم. ويأتي قرار غروس حرصا على متابعة علاج جانيني من الإصابة، كما أن تواجد اللاعب تحت أعين المدرب السويسري يكون جيدا لمعرفة موعد عودته إلى الملاعب. ومن المعروف أن جانيني لن يأخذ وقتا طويلا للعلاج من الإصابة، حيث سيستغرق فقط 4 أيام للتعافي من إصابته. من ناحية أخرى، ينتظر الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة في نادي الأهلي الضوء الأخضر من غروس من أجل ضم صفقة هامة للراقي في يناير. وتشير التقارير إلى أن غروس اتفق مع الأمير منصور بن مشعل على ضم صانع ألعاب بشكل ضروري للأهلي، لكن المشرف على الكرة ينتظر الضوء الأخضر من غروس لمعرفة رغبته حول شرائه من أوروبا أو من قارة أمريكا اللاتينية. وكان غروس وضع أنظاره مؤخرا على ضم المصري محمود علاء مدافع نادي الزمالك المصري والتونسي حميد النجار ظاهر أيمن الزمالك. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.